الرئيس السنغالي ماكي سال يستهل زيارة صداقة وعمل لموريتانيا، يرافقه خلالها وفد هام يضم وزراء وشخصيات سامية في الدولة السنغالية. وبعد مراسم احتفاء رسمية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، حضرها الوزير الأول الموريتاني وقادة الأركان ورئيس الجمعية الوطنية. أجرى رئيس البلدين مباحثات ثنائية على انفراد وهما بقاعة الشرف بالمطار، وأشرف الرئيسان محمد العبد العزيز والسنغالي ماكي سال بعد ذلك بقصر المؤتمرات على التوقيع على القرار النهائي لإعلان استثمار حقل حميم الكبير للغاية، وهو التوقيع الذي وقعت على هامشه عدة اتفاقيات في هذا الإطار، وتتعلق الاتفاقيات بالمعاهدة المتعلقة بالضرائب المطبقة على المتعاملين في تطوير حقل حميم الكبير للغاز، واتفاقية لتسويق غاز هذا الحقل ومنح رخصات الاستغلال المشتركة له، وتوقيع القرار النهائي للاستثمار في حقل حميم الكبير من طرف المديرين العامين للبريطانية للبترول وشركة كوسموس. كما تم التوقيع على عقد تمويل مساهمة الشركتين الفرعيتين لكوسموس بموريتانيا والسنغال في تطوير مشروع حقل حميم الكبير للغاز، واتفاقية التمويل المشترك بين الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية وشركة بتروسن السنغالية. وصعد استغلال الغاز إلى واجهة علاقات التعاون بين موريتانيا والسنغال بقوة خلال السنوات الأخيرة، وكان آخر اجتماع مشترك في هذا الموضوع اللقاء الذي جمع بنواكشوط وزيري الاقتصاد والمالية والنفط والطاقة الموريتانيين بنظيريهما السنغاليين في 22 من شهر أكتوبر الماضي، وشارك فيه خبراء من البلدين. وقد بحث تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة خاصة في مجال مشروع حقل الغاز المشترك حميم. كما ودعت نواكشوط أمس الأول وزير الصيد السنغالي في زيارة استبق بها زيارة سال، وقد بحث الأول مع نظيره الموريتاني جملة من القضايا من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأبرزها بروتوكول اتفاق حول الصيد يسمح للقوارب السنغالية بالصيد في المياه الموريتانية.